معكم معكم سعيد عريش نائب رئيس مجلس مقاطعه الحي الحسني. اليوم حنا كنشكروا اولا الساكنه اللي وضعت الثقه ديالها فينا واللي عبرات على الراي ديالها اننا نتمكنوا من التدبير ديال الشان المحلي. عندنا بزاف ديال المشاريع اللي جايين بها باش ننزلوها للارض الواقع. كاين هناك بالنسبه لمنطقه الحي الحسني اللي هي كتعتبر اكبر المقاطعات في الدار البيضاء واللي كتعيش مجموعه من الاحياء الهامشيه المحيطيه كتعيش باقصاء التهميش ما كتستافدش من المشاريع الكبرى اللي كتجي بها للجهه ولا لجماعه الدار البيضاء. جينا باش نحطو كاين مجموعه من الاقتراحات ديال مجموعه الاخوان اننا ننزل مشاريع ديال شراكات ايضا شراكات مع الخواص بزاف ديال المراكز الاحتضان وايواء واحد الفئه مهمه من المجتمع اعاده الادماج ديالهم في الشغل يعطى فرصه ثانيه. دونك هناك مجموعه من المشاريع اللي جايين بها مجموعه ديال الشباب اللي كاينين اليوم معنا في التدبير ديال الشان المحلي واللي الساكنه ديال مقاطعه الحي الحسني وضعوا الثقه ديالهم فيهم. اليوم كيتوج هذا الشيء بانتخاب ديالهم من طرف اعضاء المجلس المقاطعه ديال الحي الحسني باش يكونوا في يشدوا المشعل ويكونوا في المكتب. مصطفى فهدس النائب الخامس لرئيس مقاطعه الحي الحسني. اليوم تم انتخاب المكتب كيفما تابعوا عموم المواطنات والمواطنين يعني عبر المباشر او عبر الصحافه اللي كانت حاضره في اي المكان. هذا المجلس هذا اللي غيطبق وغينفذ التزاماته الاولى اللي كانت مع المواطنين بشكل مباشر هي حل مجموعه من الاشكالات اللي مسجله على مستوى الحي الحسني، رفع الاقصاء والتهميش اللي عاشوا الحي الحسني هذه السنوات في ظل يعني واحد المجالس المتعاقبه خصوصا يعني هذه 12 سنه اللي داز. تنتمنوا ان شاء الله انه العمل ديال هذا المجلس بالتجانس ديالو بالتحالف ديال الاغلبيه اللي حاضر اللي هو تحالف قوي ومتجانس انه ينزل هاد الملفات ويحل هاد الاشكالات اللي كاينه على مستوى الحي الحسني، بحكم انه هذا التحالف هو تحالف جاي من المستوى الوطني الى المستوى المحلي. كيفما تتشوفوا انه على المستوى الحكومي كاين نفس التحالف، على مستوى المدينه والجهه والمجلس العماله نفس التحالف كذلك، وبالتالي غنحاولوا اننا نستمروا هذا التحالف هذا على جميع الاصعده وطنيا جهويا محليا باش ننفذوا هذه الملفات، ننزلوا هذه الملفات هذا وننفذوا المشاريع اللي كانت متوقفه هذه السنوات، نفتحوا اوراش اخرى ان شاء الله بالامكانيات اللي غتكون متوفره وبالترافع ديال الاخوان على مستوى يعني كيف ما قلت على مستوى المجلس المدينه، على مستوى المجلس الجهه، على مستوى مجلس العماله، اللي غيكون هذا الترافع غيكون لصالح ساكنه الحي الحسني بالتحالف اللي حاضر، يعني التحالف اللي هو الاستقلال، الاصاله والمعاصره، العهد والتجمع الوطني الاحرار، باش يتحققوا هذه المشاريع ان شاء الله على ارض الواقع.